بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. اليوم نقدم لكم مشروعنا اللي هو عبارة عن سولار تراكنج سيستم قادر على تغذية تشارجنج موديول بالكهرباء اللازمة لشحن بطارية، وبنفس الوقت تغذية سمارت جراج سيستم بالكهرباء اللازمة لتشغيله. وإن شاء الله هسه راح نبين لكم مبدأ عمله. أول شي نشغل سولار تراكنج سيستم. طبعا زي ما احنا شايفين انه تبعد عن الظل قدر الامكان بحيث انه تخلي السولار سيل باتجاه الضوء لفترة زمنية تكون اطول ما يمكن. هذا عبارة عن إلكترو باركينج سيستم. يعني هذا شو اسمه الالكترو باركينج سيستم، داخل فيه عنا السيارة زي ما احنا شايفين، وهي عنا الباب بيفتح هون عنا. طبعا عنا في ممر، أول ممر عنا بيسمح للباب عنا يفتح، الممر الثاني بيشيك عشان إذا السيارة دخلت يسكر الباب وراها. من الجهة الثانية هلقيت عنا السيارة كانت تطلع عندي، تيجي عنا على السنسور تبع الإكزيت بيفتح الباب طبعا زي ما احنا شايفين، وقبل ما تتأكد انه السيارة 100% طلعت من الجراج برجع الباب عندنا مسكر. طبعا في اثناء ذلك لما كل سيارة بتفوت عندنا بيقوم عندنا كاونتر بيحسب عندنا عدد المصفات المتبقية. لما نلاحظ انه عندنا كان اولها في عندنا 5 مصفات متوفرة، ولما دخلت السيارة عندنا بقي 4 مصفات.